ونوهت ان هيكون في على اقل تقدير مباراتين اخريتين. طيب خلينا نروح لليوم السابع واللي بيقول ان هو بينشر دليل براءه الاهلي في ازمه التغييرات امام المصري البورسعيدي. مفيش ازمه ولا حاجه، الناس اختلط عليها الامر نوعا ما. اللي معروف طبقا للوائح الاتحاد الدولي لكره القدم ان انت بعد التعديلات اللي حصلت بعد ازمه فيروس كورونا ان يحق ليك انك تعمل 5 تبديلات في المباراه، لكن 5 تبديلات يكونوا في 3 فترات من مجريات احداث اللقاء، 3 فترات بس. يعني انت كانك كنت بتعمل 3 تغييرات في 3 فترات طبيعي بالنسبه لكل فريق. لكن اللي اختلط بالنسبه للناس امبارح ايه؟ ان الاهلي عمل تغييرات على 4 فترات بس، في منهم فتره في النص اللي كانت ما بين الشوطين، فطبقا للوائح الاتحاد الدولي ان الفتره دي لا تحسب من ضمن ال3 فترات اللي انت ممكن تجري فيهم التغييرات. فبالتالي الاهلي عمل تغيير اولاني باصابه عمرو السوليه، وبعد كده عمل تغيير بين الشوطين بخروج بادجي ونزول وليد سليمان، وبعد كده عمل بقيه التغييرات الاخرى على فترتين فقط في الشوط الثاني. فيش اي ازمه ولا حاجه، والناس بس اختلط عليها الامر نوعا ما. طيب خلينا نروح